طيب انت اخدتي دوره مع علي بدر خان الاخراج. طيب ضاف لك ايه بقى؟ بصي انا هقول لك على حاجه هي صدمه. انا دخلت انا كنت ساعتها نفسي امثل اوكي، بس كنت لسه مش عارفه انا هعمل كده ولا لا، فكنت عايزه اروح اخد كورس عند دكتور علي بدر خان عشان كنت عارفه ان هو كان جوز سعاد حسني وانا موهومه بالحاجات دي وبالممثلين وبالمخرجين القدام وكده، فانا ما روحتش عشان عايزه ابقى مساعد مخرج. أوكي. انا روحت عشان الفكره. تمام. فبعدين وانا جوه الورشه حبيت بقى، يعني حسيت انا ابتديت استفاد ان هو بيقول لي على حاجات انا ما يعني وقتها، لان الاخراج زمان غير دلوقتي، حاجات مختلفه أكيد كتير. اكيد طبعا اكيد. فانا اكتشفت المدارس بتتغير بالظبط، المدارس. فانا استفدت ايه؟ مش هقدر اقول لك اخراجيا قوي، لان انا كنت عشان الحاله، فانا اللي ما كنتش مركزه. انا كنت مبسوطه بفكره ان انا مع دكتور علي بدر خان. لما انت حققتي حلم كنت عايزه تعيشيه، يعني كنت بسال اسئله كتيره قوي على استاذ سعاد حسني وكده، يعني طب والكويس انت جايه في حته ثانيه. طب لقيتي نفسك في الإخراج ولا التمثيل أكتر؟ تمثيل. التمثيل أكتر. مع إني بحب الإخراج.